يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم العظيم لجني ثمار تعبنا وسهرنا لتخريج فوجنا، فوج الشيخ جراح، هذا الحي الذي رسم أسمى صور الصمود والتحدي أمام غطرسة الاحتلال الغاشم، والذي يعلمنا الصبر والكفاح والنضال، كما يسعدنا أن نمثل زملائنا خريجي هذا العام وخريجي العام الدراسي الماضي الذين حالت ظروف الصعبة دون أن نراهم على منصات التكريم. نحييكم جميعاً، كل باسمه وصفته ولقبه. إنه لمن دواعي سرورنا أن نتحدث إليكم اليوم باسم جميع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة بعد عام حافل بالتحديات والصعوبات وبالهمة العالية والعمل الدؤوب والدعم المتواصل والسهر الطويل حتى نحقق الهدف المنشود. وما أجمل اللحظات، ما أجمل اللحظات التي تتراقص فيها القلوب فرحا وطربا ابتهاجا بحلاوة النجاح. نتوج هذا النجاح عملا وفكرا معبرا برائحة الياسمين، معبرا بأنباء الصباح الجميل. ما أجمل اليوم، ما أجمل اليوم الذي ينسى به المرء سهر الليالي وتعب السنين، ويهون عليه كل جهد بذله في سبيل تحقيق حلمه. فإن المعالي لا تنال إلا ببذل الغالي، ولا يبلغ الإنسان، لا يبلغ الإنسان غاية شريفة كالنجاح إلا بعد تعب وصبر واجتهاد. وكابدوا الجهد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الحفل الكريم، اسمحوا لنا أن نهدي هذا النجاح إلى من شاركونا السهر والتعب وذللوا لنا الصعاب ووهبونا الصبر والقوة، إلى أمهاتنا الغاليات الماجدات، إلى فارسات العطاء، إلى الصابرات. إلى الصابرات اللواتي لم يتوانين لحظة عن تقديم دعواتهن ودعمهن لنا. إلى آبائنا العظام، إلى الذين وصلوا ليلهم بنهارهم من أجلنا ووفروا لنا كل ما نريده. إلى الذين عصفت بهم تقلبات الزمان، إلى الذين صنعوا من عرق جباههم دربا نخطو عليه نحو القمة. إليك يا أمي، إليك يا أبي، نهدي نجاحنا هذا الطيب. طول عمرك يا غالي حبايبي، تحية طيبة يا والدي الطيب. يقف القلم عاجزا عن شكركم أيها النبلاء، أيها النبلاء، يا من غرستم فأحسنتم وأثمرت جهودكم، كفاكم أنكم ورثة الأنبياء. وقد قال فيكم الشاعر: قم للمعلم وفه التبتيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. يلا كلا سوية نوقف ونضرب تحية كرم.
لك يا معلمنا او نسمع زك في قوية. الحضور الكريم، باسم هذا الفوز نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا الحفل، ونخص بالذكر بلدية تفوح ممثلة برئيسها الأخ محمود عبد الله رزقات أبو شادي، وملتقى الإبداع والتميز والذي كان مميزا ومبدعا في كل شيء، حيث قدم لنا الدورات التعليمية بل والنصح والإرشاد، وكان صرحا علميا لا يقل أهمية عن المدرسة، فنحيي القائمين عليه لجنة وإدارة ومعلمين وعاملين. يا أمي صالختي الليلي فرحتي، يا أمي صالختي الليلي فرحتي، فرحوا لي كل الأحباب والليلي سهرتي، فرحوا لي كل احبابي والليلي سهرتي. والطريق لا نهاية لها والميدان لا زال موجودا، فمن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. إن اللقاء بكم لا تمله الأقلام ولا الآذان ولا الأوراق، ستبقى بصماتكم محفورة على مر التاريخ، وسيتناقلها الأجيال جيل. فقيادة الحاضر تهني وتكرم قيادة المستقبل، نبرق لكم التحية والاحترام والثناء لكل من حضر وقدم التهاني والتبريكات لنا، ونعدكم أن نكون عند حسن ظنكم بنا، ونعدكم أن نبقى في مسيرة العلم والعطاء على اللقاء بكم متجددا وزاهدا بالأحداث والنجاحات والتفوق. يا من يعلم
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.